قال مسؤول في الاتحاد الدولي لجمعيات الصليب الأحمر والهلال الأحمر طارق رمضان إن عدد المفقودين وصل إلى 10,000 شخص حتى الآن عقب اجتياح سيول عارمة لمدينة درنا نتيجة العاصفة عاتية طبعا دانيال وأمطار غزيرة هناك. طيب خلينا عموما نستطلع الأحداث في ليبيا ونشوف هناك إيه اللي حاصل من على الأرض. معنا الصحفي أستاذ الحسن بكير من الصحفي من ليبيا. أستاذ الحسن أهلا بك وتعازينا طبعا وكل التضامن مع الضحايا في ليبيا الشقيقة كذلك المصابين وكذلك المفقودين اللي إن شاء الله ما يزيدش عددهم عن كده ويربط على قلوب أهاليهم. كيف يبدو الوضع الآن في ليبيا أو في المناطق التي تشاهدها؟ نعم مساء الخير. أهلا بك. حقيقة ليبيا اليوم تعتبر كلها منكوبة لأن الذي يمس شرقها يمس غربها وما يمس شمالها يمس جنوبها. الحقيقة اليوم بالذات احنا على كارثة وأرقام قياسية لم تسجل، آلاف من الضحايا ومن الشهداء نحسبهم عند الله كذلك، عشرات الآلاف من المفقودين. مدينة درنا انفتحت بنسبة 65% إلى 70% من الخريطة الليبية للأسف الشديد. مدينة سوسة جل سكانها فروا منها فرارا. مدينة البيضة عانت بأقل حدة من درنا وسوسة. المعضلة الكبيرة أن يعني الضحايا لا يزالون بالآلاف تحت الركام، والبحر يعني الناس الآن موجودة أحدثكم الآن والناس موجودة على شواطئ درنا تنتظر ما يخرجه البحر من جثث. يوم الأمس شاهدتم كلكم مشاهدة العرب والعالم أجمع حجم الجثث المنتشلة على وسط البلاد ووسط مدينة درنا يمينا وشمالا شرقا وغربا. الحقيقة مدينة درنا يعني انفسحت تماما من الخريطة. مناطق بسيطة، مسجد الصحابة هو المسجد الوحيد الذي بقى شامخا بقدرة إلهية، أما بقية المباني يعني سقطت على رؤوس أصحابها. جرف السيل الحقيقة آلاف المواطنين بعمارات بطوابق تصل إلى الرابع والخامس انهارت تماما. الحقيقة نحن نوجه نداء استغاثة لأن والله مهما تحدثت معكم الآن لن تصلكم الصورة وحجم الرعب. أكيد مدينة درنا كانت مدينة يعني الطبيعة والجمال وسوسة، وكان يضرب بها المثل في ليبيا على مر العقود والقرون الماضية. اليوم أصبحت شبح وأصبحت مدينة رعب الحقيقة. الموت، رائحة الموت في كل مكان، الصراخ في كل مكان، الدموع في كل مكان. في مقبرة تسمى في مقبرة مرتوبة يعني في تدفن الجثث بالعشر جثث في قبر واحد، وهذا لم ما لم تعود عليه ليبيا. نحن في ليبيا وفي كل دول الإسلام المعروفة أن الميت له قبره، ولكن للضرورة أحكامها انتقلت مئات الجثث إلى مستشفى طبرق. في 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 من خلال الساعات الصباح الأولى وصلت عدد الجثمين التي استلمها مستشفى طبرق حوالي 1,000 جثة من ليلة البارحة حتى هذه اللحظة. نتحدث عن فرق إسعاف وطوارئ دخلت من الغرب الليبي، قوافل للإغاثة للمساعدة. الحقيقة رغم أنها محنة لأنها لدى الليبيون هي منحة للم الشمل وللتعاضد. الليبيون ضربوا مثال كبير في تعاضدهم مع بعضهم، ونحن نسجل الحقيقة نسجل استياء كبير من الدول العربية التي خذلت ليبيا. ولا تصدقوا أن مصر قدمت مساعدات أو تونس أو قطر أو الإمارات، كل ذلك محاولة لربما
تهدئة الرأي العام أو لإرضاء الرأي العام. لم تصل حتى هذه اللحظة لا من الإمارات ولا من مصر ولا من قطر ولا من تركيا ولا من تونس ولا من الجزائر أي شيء إلا عبارة عن تصريحات إعلامية. وهذا سبحان الله ما أبدى استياء الكثير من الليبيين الذين كانوا يعتقدون أن مصر الجارة التي هي أقرب من مصراتة ومن طرابلس على 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 درنا بخلت حكومة السيسي أن تدخل ولو فريق من الطيران أو من الإغاثة أو من الدواء أو من الأطباء لكي يساهموا ولو بالقليل. ولكن الحمد لله نحن في ليبيا نقولها بكل فخر، نحن لسنا بحاجة اليوم إلى أي دولة تخاذلت مع الشعب الليبي. الشعب الطيب أكيد طبعا، نحن طبعا نضم صوتنا إلى صوتك ونرسل نداءات استغاثة إلى مصر وإلى كل الدول العربية وإلى كل الدول الغربية أن تجير ليبيا في مصابها، لأن المصاب جلل، وبشكل عام يمكن أن تتعرض أي دولة لمثل هذه الكوارث. هذه كوارث طبيعية ليس متسبب فيها الإنسان بشكل أساسي، يمكن أن يساهم فيها ببعض الممارسات مع الطبيعة الخاطئة على مدار عقود، لكن في النهاية هذه الأشياء تتم بقدر الله سبحانه وتعالى. ويمكن عزائنا في هذا الأمر أن من ماتوا في هذه الحوادث عموما تصنيفهم من الشهداء، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: من مات غريقا فهو شهيد، ومن مات تحت الهدم فهو شهيد. فمن مات غريقا في ليبيا فهو شهيد، ومن مات تحت الهدم سواء في ليبيا أو حتى في المغرب الشقيق فهو شهيد. والشهداء 20 نوع، يمكن أن أفصل في هذا الأمر في مضمار آخر. لكن بشكل عام كما تنقل لنا الصورة أستاذ حسن أن الأمر صعب جدا على الأرض، وهناك عدد كبير من الضحايا، هناك ناس مضمورين بين الركام أو تحت الماء أو غيره. هناك أخبار تم تناقلها بأن هناك قرى أو أحياء طمرت بالكامل، مثلا مدينة درنا تم نقل عن مسؤولين هناك أن 25% منها قد اختفى. هل هذه التصريحات حقيقية وبالفعل وهناك أحياء اختفت بالكامل؟ وإذا كان هذا الأمر صحيح، ما هي هذه الأحياء لو تطلعنا عليها، أو المناطق التي حدثت فيها هذه الكوارث؟ أنا ربما ألخص لك الذي حصل في درنا أو الأحياء التي هي نستطيع القول أنها هي السالمة من ما حدث ليلة البارحة. طبعا قبل أن أشير إلى ذلك، ربما أعطيك معلومة على أن السبب الرئيسي الذي جرف المياه بهذا الكم هائل هو انهيار السد. هذا السد للأمانة كانت هناك تقارير تتحدث قبل 20 عاما على أنه لا بد من تسخير هذا السد وصيانة هذا السد ووضع حل لهذا السد. انهيار سد أم سدين أستاذ حسن؟ لأن الكلام بيقول إن في سدين انهاروا في درنا. لا، هو في درنا سد واحد فقط، لا يوجد سدين، يعني سد واحد في درنا. هذا السد هو معروف، كان قد بني من عهد الاحتلال الإيطالي ثم التركي، يعني قديم جدا جدا. بعض السدود الاخرى بسيطه، ولكن هذا السد الكبير العملاق الذي كان السبب الرئيسي انهيار والمأساة التي حدثت في درنا. فهذه هناك تقارير تحدثت قبل 20 عام الى المسؤولين ووجهت حتى لدوله النظام السابق: ارجوكم اسعفوا هذا السد، يعني اصلحوا هذا السد، صينوا هذا السد، لا حياة لمدينة دي. هذا هو السبب الرئيسي، لأن مدينة درنا هي مدينة تقع في، يعني يحيط بها الجبال، وهي الأسفل، يعني تنحدر انحدار جغرافي كبير جدا، يعني قريبة من البحر، وكل المياه الأمطار وكل الفيضانات كان يعني يمسكها هذا السد، وكانت محجوزة بهذا السد. عندما انهد هذا السد وانهمرت المياه إراديا انجرفت مع السيل إلى أسفل الأرض، وهي ما مكان تواجد مدينة درنا، لأن درنا جغرافيا تعتبر في التحت، يعني تحت تحت الأرض تقريبا، يعني منسوب المياه يعني وصل إلى 4 أمتار مدينة درنا، دليل على وضعها الجغرافي في الرقاع. أقول أن المناطق التي نجت
هذا الفيضان ومن هذه الأزمة هي الشيحة الشرقية، الشيحة الغربية، الساحل الشرقي، ساحل بن ناصر، الشعبية الصفراء، حي السيدة خديجة، حي باب طبرق، وحي الزلتان. هذه الأحياء لم تلحقها اي اضرار. نعم طيب استاذ حسن، عفوا للمقاطعه، هناك عدد من العواجل من ليبيا، ايضا نقل عن مدير الاعلام في الهلال الاحمر بمدينه توكرا الليبيه، لا امكانيات في درنا، بما اننا نتحدث عن درنا، لا امكانيات في درنا لمواجهه اثار السيول العارمه. وايضا مدير الاعلام في الهلال الاحمر بنفس المدينه يقول الوضع بمدينه درنا كارثي ولا وجود لاي من مظاهر الحياه فيها. ايضا عاجل ايضا عن مصادر اعلاميه في ليبيا، عدد الضحايا من ابناء الجاليه المصريه في ليبيا بلغ 145 حالة وجري إرسال جثامينهم إلى مصر. تفضل. نعم، هو الحقيقة لا يوجد دعم أو لا توجد إمكانيات في مدينة درنا وفي ليبيا بشكل عام للتصدي لمثل هكذا عواصف وتصدي لمثل هكذا كوارث. وإن كانت هناك فبالطبيعي جدا أن هذه العواصف كانت أكبر بكثير جدا من حجم الاستعدادات لأي طارئ يكون. بالفعل هو مدينة درنا اليوم المشكلة الكارثة الكبيرة أن حتى وإن وصلت المساعدات سيد الكريم من أين ستدخل؟ أتحدث عن وصف، أنت قلت بأن 25% من درنا انتهت، أنا أقول لك أن 65 إلى 70% درنا امتسحت تماما من الخريطة الليبية. البيوت، المدارس، مؤسسات الدولة، المساجد، قبور صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم، يعني ذهبت من غير عودة. يعني نتحدث عن كارثة لم تحدث منذ تاريخ ليبيا القديم. نتحدث عن مأساة، نتحدث عن إبادة جماعية، نتحدث عن شيء يتلعثم اللسان ويقف القلم والبيان عاجزا. طيب حديثك عن المساعدات استاذ حسن، يعني رئيس حكومه الوحده عبد الحميد الدبيبه اعلن انه ارسل طائرات الى هذه الاماكن، هل يمكن ان تساهم الطائرات في تخفيف الامر او حتى دول اخرى ان ساعدت في الموضوع؟ لان الوضع الذي تصفه ربما صعب جدا وغير متخيل، يعني نحن لا نستطيع ان نتخيله، لابد ان نراه راي العين امام اعيننا، ربما تنقل الصوره والفيديوهات بعض الالم لكنها لا تنقل عاده كل الالم. الى اي مدى وصلت طائرات انقاذ او اسعاف الى المناطق المنكوبه؟ انا لم اسمع حتى هذه اللحظه، لا وجود في هذا، ربما تكون قرات الخبر قبل الحلقه انه اعلن ارسال طائرات. هو أن يعلن على إرسال طائرة الخبر، نحن صحفيين ونعلم جيدا الأخبار، عندما نقول أعلن رئيس الوزراء إرسال طائرات، نعم، عكس أن نقول أعلن رئيس المجلس البلدي لبلدية درنا وصول طائرات، الطائرات لم تصل، يعلن البيت حتى غدوة الصبح، حتى بعد قرن يعني. أما الآن واقعيا لم تصل أي طائرة، وليبيا ليس لديها طائرات، ليبيا ليس لديها طائرات للإسعاف إلا عبارة عن طائرات تنقل المرضى من ليبيا إلى اليونان إلى الأردن إلى تونس إلى مصر، هكذا طائرات خاصة. أما طيران كوارث ليبية لا يوجد في ليبيا هذا الأمر، ما عندناش. إما أن يكون الرجل قد استأجرها من دولة ما، هذا الله أعلم، ولكنها حتى هذه اللحظة لم تصل، حتى هذه اللحظة الصراخ موجود في درنا، حتى هذه اللحظة الأموات في درنا، حتى هذه اللحظة يخرج الأحياء والأموات من درنا. يعني هذا طيب كيف، طب كيف تتم على الواقع، دعنا نتحدث عن الواقع، كيف تتم امور الاغاثه وانقاذ الناس؟ تتم امور الاغاثه عن طريق ما يخرجه البحر من جثث، لان البحر هو الملجا الوحيد ربما السهل في الوصول اليه من قبل الناس. السيد في اتجاه واحد، في طريق واحد يصل الى البحر، يصل البحر بجثته بالمباني المركونة بكل ما يحمل من على متنه. فذاك المكان البحر هو الملجأ الوحيد الذي يعرف الناس على الجثث أو على الضحايا، ولكن حتى هذه اللحظة لا زال الأمر صعب في مسألة الدخول إلى وسط البلاد، يسموا فيها وسط البلاد اللي هي وسط المدينة، بحكم أن السيل جرف جميع الطرق المؤدية أو المؤدية إلى وسط البلاد، وسط البلاد، وسط مدينة درنا. فهذه معضلة كبيرة، هذه يعني سببت ولا زالت تسبب
في إحراج حتى للناس التي والقوافل التي جاءت من غرب البلاد تود المساعدة. صحيح وصلت الإغاثة، وصلت الدواء، وصلت العناصر الطبية والطبية المساعدة، وصلت سيارات الإسعاف، وصلت المستشفيات الميدانية، العيادات الخارجية، وصلت كل ذلك، الغذاء، نعم، الدواء، الملبس، ولكن كيف يدخلون إلى وسط البلاد؟ نعم. طيب سيد الحسن، طب قبل الكارثة أستاذ الحسن، يعني هذه العاصفة موجودة منذ أيام في اليونان وفعلت في اليونان ما فعلت، هل في ليبيا هيئة الأرصاد الجوية حذرت من مثل هذه كارثة وبالتالي من المفترض أن تستعد الدولة لهذا الأمر وأن ترسل للناس بأن يستعدوا؟ والله حذرت الحقيقة. أنا نكون منصفين، هناك حتى تقصير وقصور كبير من المواطنين وربما حتى سخرية للأمانة من 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 ما حذر به مرصد او مركز الأرصاد الجوية. يعني المواطن يقول لك توجي سهله، ما فيهاش ضرر، بسيطه، انا ليش وين بنمشي، انا نترك بيتي وين اروح فين يعني بالمعنى. ولكن هناك نوع من اللامبالاه الحقيقه من قبل بعض المواطنين، وكانت قد حذرت بالفعل مراكز الأرصاد الجوية في ليبيا، ولكن قدرة الله تفوق أكيد كل تقدير وكل ربما أي يعني كل، نعم، اعتبار. نشكرك. لدى المواطن أو الجهات المسؤولة. نعم. نسأل الله سبحانه وتعالى أن تمر هذه الكارثة على خير وأن يربط سبحانه وتعالى على قلوب الأهالي وضحاياهم المصابين أيضا الصبر والسلوان، وأن ينتشل الله سبحانه وتعالى هؤلاء الضحايا من تحت الركام أو حتى من تحت المياه، مضمورين تحت المياه، كما قلنا نذكر أنهم شهداء عند الله سبحانه وتعالى، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث المروي في صحيح البخاري: من مات غريقا فهو شهيد.